فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله: فقال صلى الله عليه وسلم: كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. وهذا يدخل فيه ما كانوا عليه من العباد من العادات والعبادات، مثل دعواهم يا لفلان ويا لفلان، ومثل أعيادهم وغير ذلك من أمورهم. هذا تعليق من الشيخ رحمه الله على هذه الخطبة، وأخذ منها هذه الجملة: ما كان من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، فهو موضوع تحت قدمي. فكل عادات الجاهلية وتقاليد الجاهلية وعبادات الجاهلية كلها موضوعة ومرفوضة، لأن الله أغنانا بالإسلام، ولأن هذه التعبدات الجاهلية والعادات الجاهلية باطلة، ليست على أساس من الوحي ولا من الدين، وإنما هي من إملاء شياطين الإنس والجن، فهي باطلة. ولهذا لا يجوز لنا أن نعمل أعمال الجاهلية، لا في العبادات ولا في العادات ولا في التقاليد. ومن ذلك نخوة الجاهلية والتفاخر بالآباء والأجداد، أو العصبية القبلية، أو الثارات الجاهلية. فالمسلمون إخوة، المسلمون إخوة، وإذا حصل قتل عدوان فالله شرع القصاص بشروطه، وليس هناك ثارات، ولا يقتل غير القاتل، لأن أهل الجاهلية لا يتقيدون بالقاتل، بل ربما يتركون القاتل لأنهم يرون أنه لا يستحق القتل، لأن قتله ذلة عندهم، فيذهبون إلى سيد القبيلة أو إلى كبير القبيلة فيقتلونه، فيأخذون الأبرياء بجرائر المجرمين. هذا من أمور الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، الله جل وعلا يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجني جان إلا على نفسه. فلا يجوز أننا نأخذ البريء بجريمة المجرم، بل يؤخذ المجرم بجريمته، وأما أخذ غير المجرم بجريمة المجرم فهذا من أمور الجاهلية. وكذلك الافتخار بالآباء والأجداد والقبائل، وكذلك الحكم بالعادات الجاهلية والرسوم الجاهلية، هذا أبطله الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. فلا يجوز الحكم بأمور الجاهلية وعوائد الجاهلية وأنظمة الجاهلية.